سوري كي ما كنت سابقا نظر فيديو وجدنا خاوتي في هذا الفيديو. الفيديو خاوتي اليوم جينا لكم تشالنج او تحدي الصقلة. تحدي الصقلة هي مباراة في فيفا 2020 والخاسر راح يسيب الصقلة خاوتي على راسه ولا وين المهم وين جات راح يسيب الصقلة. المهم خاوتي اليوم هي مباراة كما قلت لكم لعبنا مقبل تحدي انا وهو تحدي بياس 2020 وهو كان الرابع. راح تشوفوا التحدي تلقوه في الوصف. وخاوتي درك راح قبل نمشيو الفيديو وحط لايك وحط ابوني وبارطاجي الفيديو في كل مكان ويلا بينا. سوري كيب كيما راكم تشوفوا قدامكم راح نلعبوا مباراة. انا راح نلعب الريال. راح نلعب بالريال انا. انا الريال. الريال خليتها ليك انا. راح نلعب بفريق من الدور الانجليزي خاوتي. ما نكذبش عليكم على قالك الريال خليها لي قبيل ما عندهاش واحد ثلاث سوايع ولا اربعه. دار ضدي ماتش فينا شامبيونز ليغ صاب على راسي. ايه واليوم راح نلعب لكم مانشستر سيتي. قالك الريال ضعيفه. اليوم راح نلعب بالسيتي اليوم راح تشوفوا كيف نفنى بالسيتي. بيب غوارديولا الجديد نتاعكم باك تشوفوا. ماشي بيب غوارديولا اللي ماشي بيب غوارديولا اللي ما يلعبش محرز. يا دخل دخل. بيب غوارديولا اللي لعب محرز. العب شوف شريكي. امين. اليوم ان شاء الله المباراة مربوحة كما تعرفوا. بدعاويكم ليكيب بين تسيبورتوني على بالي بيكم في كل بلاصة راكم تسيبورتوني من فرنسا من ايطاليا من انجلترا في كل بلاصة تسيبورتوني ليكيب. الجالية الجزائرية ديديكاس ليكيب. وخلينا نبدو بلا ما نطول. شغل ماشي جزائري انا ما فهمتش. كيما راكم تشوفوا ليكيب ان شاء الله مربوحه كما تعرفوا. هذا الفينال راكم تشوفوا الكاس تاع الشامبيونز ليغ من ذهب ان شاء الله يسال السيتي في نهايه المباراه وتشوفوا شكون رابح. الساعه القادره افضل المدربين في فيفا ومحترف فيفا. واللي يتحداني الانستغرام تاعي يلقاه في الوصف. راسلني في الوصف وراح نلعب ضدك مباراه فيفا وين ما كنت. شريك لا لا حتى في الصين نجي خويا. ابدا بسم الله. نبدو اللي قال بركة ليكيب اغويرو يلعب لي ياك يلعب غير على محرز فيك يا من الاخر على محرز ريع ريع محرز محرز ريع شنو هذا. العب شريك يلعب حماس والله حماس حماس كما قال صديقي حماس فينيسيوس. السيتي قاوية شريكي من الاخر. السيتي قاوية وزيد لها السير قاوية. إذي كاس كاسيميرو عمي حمزه راهو يلعب مميز. با 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 راح مارسيلو قبل ريودا راح تلعب شريكي راح ضد راموس. العب 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 يا كاس مارسيلو مارسيلو العب العب دي دي كاس. ما كاش دي دي كاس انا شريكي ماكش في فيلم على قناه ولا ما عنديش دي دي كاس. طل 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 مارسيلو يمشي المحرز يمشي المحرز قبل عارف يبني الباس يوبا. اوه ماي جاد اوه ماي جاد شفت الفن. نقول لك الصراحة انا من الاخر بعيد بزاف انت في فيفا. شوف خلينا نبدا اللعب ليكيب. با 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 ويكرم با اوه ماي جاد. يا فينيسيوس السوق يا ودي. يا غاو هذا اول تسديده شريكي من الاخر عندك اول تسديده شريكي مالك كيلو غير بالو بالو تلقى في الميطه التالي ما عرفتش نقول. المهم خاوتي تلقى في الميطه يلا يلا باسكو الضغط راه عليا انا كمدرب. اليوم نتحمل مسؤوليه الخساره ما حصرحنا مبدا دخلني موش التصريح كي نخسر واش نقول وكي نفوز واش نقول. كاتبوا فرقه بلا ما نكذب عليك. با 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 اللعب شريكي با با اللعب واحدة بواحدة با 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 اش ضيعت رياضة الرب العالي اش ضيعت. خيط عليه راح يلعب عاود واحد راح خيط عاود واحد راح عليه خبر. او ماي جاد لعب الصامت هذا لعب الصامت دير فيه طريق سترلينغ. قلت لك انا سترلينغ خليه يتنفسك فاهم كي فهمت يعني بدا نحب الرياضة الرياضة ليبرو
يدير فردي برو. الله يلا قال له دي برو راح كونتر اتاك وراح مش لاعب ابا بابا متسلس يا رب متسلم متسلم جمهوري بس يس جمهوري نو انا يا اخويا دير رايو يا رب واش ضيع راحت راحت ما دير وين لازار دير شوف يا اخي من اللي حنا تسلس على شنو خلاص درد القاعده بلاصتو محرز محرز يلعب ايه بقى محرز ذكي لعبوا لكم حد مو تلعب ترام لي راسي يسحبها خرجة الرايو في الرياح ها 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 اللعب الصامت ها اللعب الحار ها الحار ندوقوا لي كلنا يمشي سترلينج دي برو يا دوي خلاص ليكي شتو اللعبة من هاد اللعبة صايب من هادي وما زيدش من هادي وما زيدش عزيدي عزيدي با دي برو رايح شوفوا الأصلع أمامك الأصلع على الشاشة تمشي وقت يدافي بمشي روح يا ماي او ماي جاد جنبي بيضرب بالفيردي في نال تحت السوبر تكسر مراتا سترلينج هرب سترلينج دي برو لا يا ماما لا او ماي جاد ربا ديرا جد جد تحي ليها بركة اللقطة اوه ديرا والله انت تسوي عند راموس ادي روح حرز ما طاحش بالصح ادي ولي روح لا تكسر ماني طنجي مواصلين راح تفكروا ديروا ما ديروا ما مواصل هاك لك من الدنيا تي راهي بحال كان دراع على ما كاش كيف هاك بيت انا الماركه يدير دارو خالص يوم يجي داخل دار فوت اسينسيو راح اسينسيو بوكو او ماي جاد او ماي جاد تسلل ما تقوليش ليكيب هاد المباراة باينه فاهمين عقليته كيفاش تعبنا الارهاق لنا الجمهور راكم تشوفوا الارهاق تعرفوا عقلية مدرب شتو كيف هاد الكرة مع التغيير اشوف الوقت انا خلاص تعبت انا تعبت واللي تعبتوا يعتبروا تخافوا واش ليكيب جيبوا غادي هذه هو غادي يا ريكي بانزيرو كما تعرفوا ريكي كيفاش تشوفوا خلوا لكم احتفالات ولا لا ريال مدريد توت بلاقاب ما خليك احتفالات اش كوبي المهم ليك هذا هو تبع المباراه ديالك يروح شور لي روح ما دار والو في المباراه المهم ليك كما قلت لكم راح تشوفوا الصقله بعد قليل انتظرونا بعد قليل سنعود بعد قليل المهم ليكي كما تعرفوا راح يعطيني 10 صقلات ما عرفتش كيفها واش ما عرفتش كيف بصح يضربني هكذا يضربني 10 مرات هكذا شاملة وكما تعرفوا خاوتي رابط قناته تلقاو في الديسكريبشن سيرفو عندو خاوتي الى نطول عليك يلا ليكي راح تشوفوا الان وقت الصقلة بسم الله هز الدوام هز الدوام اوه هادي ما جيتش لي نكسر لك يدي تكسر لي يدي يا حبيبي قدام اثنين خلاص زيد على الاقل ربعه الله يخليك راح يشور انا قريب تكسر لي يدي سي محمد يا ودي يا جدي يا ودي زيد خلاص زيد تاني يا زيد راح يمشي زيد تكسر لي يدي معش حاط لي فيديو انا ولا ماشي ادي اي خلاص زيد وحده مرة مع شريكي لما طالك من خالتي ان شاء الله يكون يشوفكم الفيديو بعض الفيديو في كل مكان و بيس لا شان تعيلة تنسوريك ساعة